طب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، نروح لكرة السلة سيدات. كرة السلة سيدات غير الرجال، الرجال لعبوا ماتشات القاهرة، الدوري هيقف و هيسافروا بطولة عربية. وبمناسبة المرتبط، أنا آسف هرجع للرجال بس في معلومة صغيرة كده، دوري المرتبط في الرجال 19 أكتوبر. 19 أكتوبر هي صافرة البداية لدوري المرتبط في الرجال. السيدات هيبقوا قبليهم بشوية أتوقع، لأن السيدات ما عندهمش بطولة عربية، وبطولة القاهرة هتخلص ورا بعض وهيبتدوا دوري المرتبط. العكس كان السنة اللي فاتت، كان الرجال هم اللي سابقين بخطوة. كابتن طارق خيري المدير الفني بيكمل استعداداته، بيتمرن بشكل قوي. لعبنا مباراة مع مدينة نصر بطولة القاهرة، فزنا فيها بفرق كبير 83-39. تاني مباراتنا مع فريق الغابة إن شاء الله، وهنلعبهم بكرة بإذن الله على صالة النادي الأهلي أو صالة الشهداء. لا، الماتش بكرة هيتلعب بإذن الله على صالة مدينة نصر، صالة نادي مدينة نصر. طبعا الفريق كويس السنة دي. ليه؟ الفريق عمل صفقات وجدد لعيبة أو لاعبات عقودها انتهت، فلقينا ان احنا جددنا مع ثريا محمد ونادين السلعاوي ونهى شتا وفريده وائل، وتعاقدنا مع ميرال اشرف وهاله شعراوي عادت من جديد، والمحترفه الامريكيه جيمي نارد احد اللاعبات اللي ليها سمعه في المنطقه كبيره جدا، يعني هدافه وبتلعب في مركز 3 و4. اذا الفرقه بتستعد بشكل كويس، ماشيين في بطوله القاهره كويس، محتاجين هارموني زي ما قال كابتن طارق خيري لما كان معانا، قال كلمه كويسه جدا. السنه اللي فاتت مشكله الفريق ده كان الاصابات. طب انت لما تقعد كده تفكر كمدير فني هتعمل ايه لو انت فرقه عندك ومش عايز تتعرض لنفس المطب اللي تعرضت ليه الفرقه دي السنه اللي فاتت بالاصابات؟ رقم واحد، اعالج المصاب. صح ولا انا غلطان؟ ثريا محمد اتعالج من الرباط الصليبي والحمد لله شاركت بانتظام وزي الفل ومطمنين عليها. نادين السلعاوي كان عندها مشكله في ركبها او عندها مشكله في احد الركبتين، اتعالجت بشكل كويس وبتشارك بانتظام. تحاول تعمل وفره في اللعيبه في كل مركز، وده اللي عمله كابتن طارق خيري. كل مركز 3 لاعبات هتلاقيهم وانت مغمض عينك، في مركز 1 2 3 4 5 حط 3 لاعبات وانت مغمض عينك ب 14 لعيبه، ده غير المصعدين كمان من الناشئات. طب ايه كمان؟ المانوفر في اللعيبه، والنقطه دي مهمه جدا جدا. يعني ايه مانوفر؟ يعني يبقى عندك اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز، او اللاعب بيلعب في اكتر من مركز، وده الحقيقه بيساعدك، بيخلي لك فرقه فوق فرقه. وكابتن طارق خيري لان هو كان مع الرجال بيلعب بنفس المبدا، يلاقي اللعيب بيلف على كذا مركز، فاذا هو فكر في كده وخلى اللاعبات تجيد اللعب في اكتر من مركز، عشان لما يستعين باحد اللاعبات في احد المراكز ومش واخد على المركز ده تبقى هي جاهزه. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، الناحيه البدنيه عشان ما تعرضش المطب ده، انت محتاج ناحيه بدنيه بشكل جيد، باستعداد جيد، بقياسات طول الموسم. فهو الحقيقه كابتن طارق مهتم بالناحيه دي كويس جدا. اي شد اي حاجه اللعيبه بتريح، مفيش اي داعي للضغط على اي لعيبه لو حاسه بشد، حاسه بتعب باجهاد، كابتن طارق بيريح. فاذا ده الطريق اللي خده كابتن طارق خيري، واحنا ما بنقولش كلام مرسل، كابتن طارق خيري كان ضيفنا وقال لي الكلام ده، بس انا بستحضره مع حضراتكم، بستحضره مع حضراتكم. طيب الفريق كان فيه بطوله عربيه، كابتن طارق خيري يعني فضل ما يشاركش، او النادي بشكل عام فضل انه ما يشاركش. وكمان عندك بطوله افريقيا هنحاول نشارك فيها، يعني عندك السنه دي عدد بطولات مش كتير، عندك دوري المرتبط، دوري السوبر، عندك كاس مصر، السوبر المصري، وبطوله افريقيا، يعني 5 بطولات كتير برضو، بس مش زي كره اليد اللي بيتكلم في 7 بطولات. فهو محتاج يوزع الاحمال، وكمان يعني في انباء عن تعديل لائحه داخليه جوه النادي او حاجه زي كده بالسماح للفريق بالمشاركه اكتر من بطوله خارجيه في موسم واحد. كان زمان لائحه بتقول ان الفريق يشارك في بطوله واحده خارج الموسم، ولكن احتمال ده يعاد فيه النظر بشكل او اخر عشان يسمح للفرق الرياضيه عندنا تشارك في اكتر من بطوله. دلوقتي احنا زي ما انتم حضراتكم شايفين بطوله عربيه في اليد مؤهله لبطوله عالم، بطوله عربيه للانديه كره يد مؤهله لبطوله عالم. فاذا بطوله عربيه ما بقت بطوله معترفه من الاتحاد الدولي، دي خطوه اولى، واتوقع ان ممكن تلاقي الموضوع ده في السله الاتحاد الدولي يعتمدها. عندك اذا كان بقول لكم البطوله العربيه في السله اقوى من الباسكت بول افريكان ليج، فممكن يبقى في مفاوضات من الاتحاد الدولي يعتمدها وتبقى مؤهله لحاجه، محدش عارف. اللي اقصد اقوله لكم انه البطولات الخارجيه دلوقتي بقت كلها مهمه، سواء ابطال كؤوس، ابطال دوري، بطولات عربيه، فالنادي الاهلي بيسعى ان كل فرقه تشارك في كل البطولات. ده باختصار وضع فريق كرة السلة سيدات، ونتمنى لهم التوفيق بكرة في مباراة الغابة إن شاء الله اللي هتتلعب على صالة مدينة نصر بإذن الله.